نأتي إلى قمرة القيامة. بسم الله. هنا طبعا فتح وغلق الزجاج يدويا، وهذا فتح الباب. نبدأ من هنا، هذا خاص بضغط الهواء، وهذا في دورة المحرك، وهذا بالسرعة خاص، وهذا عداد الكيلومتراج، هذا خاص بمستوى الوقود، وهذا ضغط الزيت المحرك، وهذا مستوى الماء، وهذه للبطاريات. نأتي إلى هنا، هذا لي يقول لك أن المحرك يجب توقيف المحرك engine stop، وهذا engine warning، وهذا هناك مشكل فيه المحرك، هاته لا تعمل. هذا يقول لك أن ضغط الهواء في القارورات منخفض، وهذا للضوء، وهذا يقول لك أن المكبح محرر، وهذا لنفخ العجلات كما هو مكتوب هنا tire inflator on، وهذا خاص ب عند تشغيل المحور الخلفي الثاني، وهذه للغمازات، يعني عندما هذا خاص ب تشغيل المحور الخلفي هكذا، يعني تستعمله عندما تكون يعني قريب من الرمل أو تريد أن تصعدها في الشاحنة الخاصة برفع الآليات، فعندها هكذا. فيقول لك أن هذا اللوك قد اشتغل. طيب، وهنا عندنا الضوء، وهنا المنبه الضوئي الذي هو في الأعلى، وهذا لا يعمل، وهذا أيضا لا يعمل، وهو مكتوم لي تاير انفلاتور، يعني ينفخ العجلات، أظنه لا أدري كيف يسمونهم بالعربية، اللي بانون ينفخ، الله أعلم، ولكن هم مكتوب تاير، يعني عجلات، نفخ العجلات وخفضهم. هنا مفتاح التشغيل هكذا، وهذا الهاند بريك، يعني هكذا للأسفل يتحرر المكبح اليدوي، وهذا كذا ترفعه، وهذا خاص بمساحات الزجاج، هذا عند الضغط عليه هكذا، عند الضغط عليه هكذا دوست السرعة لا تعمل، وهذا خاص بمكبح المحرك، يعني هكذا لا يعمل، وهكذا يعمل، وهنا يعني قليل أو يعني مكبح عالي أو مكبح يعني منخفض، تضغط عليه يدويا تعمل، وهذا عندما تريد أن تسير على تسير بالرافعة، ما عليك إلا تجلبها وهكذا كما هو السهم مبين وتمشي، وعندما تريد أن تعمل ترجعه هكذا فتنخفض هاتيك البالونات التي في الأسفل، وهذا بمحول، المحول الذي يعمل لإخراج العوارض والصعود إلى قمرة القيادة العليا، وهذا خاص بالسرعة اليدوية هكذا، وهكذا تزيد السرعة وهكذا تنقص. هذا هو يعني ما يوجد. وهنا عندنا مكبح السرعات، دوست السرعات، وهذا المكبح، وهذا الفاصل الذي يجعلك تبدل في العلبة السرعات، طبعا كما هو مبين هنا هكذا للأمام سرعة واحد، هكذا اثنان، هكذا ثلاثة، وهكذا أربعة، وللخسائر الخلف ما عليك إلا أن تجبد هذا كامل وتضغطه للأمام كما هو مبين، وسرعة يعني سير منخفض، عليك إلا أن تجلبه إلى الخلف. طيب، هذا قلنا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، ثم ترفع هذا القفل هكذا، ثم يصبح هكذا 5 6 7 8، ثم للإرجاع ما عليك إلا أن تحرره في الوسط، ثم تنزل هذا القفل هذا، ثم يرجع كما هو الأول، الثاني، الثالث،
الرابع. هذا ما عندنا هنا في قمرات القيادة. وهذه للغمازات يمين ويسار، وهذه للتحكم في المقود.